متسابقنا الأول من الجزائر هو سفيان بن صالح مسعودي، سنشاهده سويا على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان بن صالح مسعودي من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. من الجزائر سفيان بن صالح مسعودي، تعليقكم يا شيخنا الكريم. حياك الله أخي سفيان، بارك الله فيك، وما شاء الله صوتك جهوري، وأنت تقرأ على رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. انتبه لبعض الأشياء الله يرضى عليك. أول واحدة، أو طبعا على رواية ورش يا أخوانا منقول أوينقص بدل أوينقص، يعني هي الواو ساكنة أو، هل الالتقاء الساكنين هل نكسيرها أم نضمها؟ من العرب من يكسرها فيقول أوينقص، ومن العرب من يضمها فيقول أوينقص. انتبهنا؟ حفصا عن عاصم الذي نقرأ نحن بروايته كان يكسي، يعني رواها لنا مكسورة، هو رواها مكسور أوي. انتبهنا؟ ورش عن نافع رواها أوينقص، لأننا لو بدأنا بأنقص نبدأ بها بهمزة مضمومة، منقول أنقص فبيقول أوينقص. هذا صحيح وهذا صحيح، هذا مروي وهذا مروي. أنت يا أخي سفيان قلت أوينقص قو، يجب أن تضم القاف ضما كاملا فتقول أوينقص قو قوس، بحيث لو طولتها يتولد واو. انتبه لهذا الموضوع. أن النهار ورش، نعم يميل الألف إيمالة صغرى لكن ما يميل النون يا سفيان. النها نها، انتبهت؟ لا تقول النها نها، أنت أدخلت في التقليل وفي الإيمالة الصغرى النون. إن لك في النها نها، انتبهت؟ نفتح النون ونميل فتحة الراء. هذا موضوع دقيق عليك أن تنتبه له. الأمر الثالث، أنكالا وجحيما، الغنة كانت طاغية، يعني قلت أنت أنكالا، يجب أن توزع الصوت بين الشفتين والأنف. أنكالا، لاحظت 50% واو 50% غنة. أنكالا وجحيما، الله يرضى عليك ويسعدك، بارك الله فيك.